تاني خطية التباهي بالمقارنة. عارف يعني ايه التباهي بالمقارنة؟ قال كده لست باقي الناس، لست كباقي الناس، يعني انا حاجة وانتوا حاجة تانية خالص، يعني انا فين وانتوا فين. يعني انا واقف قدام ربنا كده اقول اشكرك يا رب من كل قلبي لانك خلقتني ذكي في وسط الاغبياء بجد، يعني جميلك عليا ده مش هنساهولك يا رب. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ اهو ده اللي عمله، بيقول له اشكرك يا رب انك انت مش زي الباقيين الظالمين الخطاه الزناة اللي عاوزين كسر رقابيهم. الحمد لله الحمد لله. ده بقى ايه؟ بيتباهى بنفسه قوي. خطيه التباهي دي من اسوأ الخطايا، وتلاقوها منتشره على فكره في الكنائس. يعني احنا دخلنا في مسابقه كذا كذا مع كنائس مصر الجديده وطلعنا احسن كورال.